كان مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث وخط يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده نتكلم عن القرارات اللي اصدرها السيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه ووزير الصناعه والنقل. القرارات كانت واضحة وتم تحديدها بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة الوزارية المنوط بها تحقيق التنمية الصناعية المنشودة في مصر. القرار الأول أكد على حظر التفتيش على المصانع من خلال أشخاص مهما كانت وظيفتهم. مفيش حاجة اسمها أبقى ماشي من قدام مصنع ولمجرد أن أنا شغال في وزارة أو هيئة بتعمل في التفتيش على المصانع أو لها سلطة التفتيش على المصانع أن أنا أفتح الباب وأدخل وأقول لهم أنا من الجهة الفلانية ولازم أفتش وحرر محاضر. هذا الأمر تم حظره بالكامل، التفتيش على المصانع من خلال لجان معتمدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتضم وزارات الصحة والبترول والبيئة وأيضا التنمية المحلية ووزارة الداخلية وغيرها من الوزارات المنوط بها التفتيش على المصانع. لجنة كاملة تتحرك بمعرفة هيئة التنمية الصناعية، وقتها كل المصانع هتتفتح أبوابها. كمان تم حظر استقبال أي أشخاص بصورة فردية وتحت أي حجة للتفتيش على المصانع. مرة تانية هذا الأمر المشين في رأيي تم الانتهاء منه بصورة كاملة. أيضا السيد الفريق كامل الوزير أصدر قرار شديد الأهمية، ممنوع منعا باتا غلق المصانع لأي سبب إلا بعد موافقة نائب رئيس الوزراء وبالعرض على السيد رئيس الوزراء. قرارات شديدة الاحترام وتعيد الهيبة للقطاع الصناعي. عملنا الصعب، فاضل حاجات بسيطة جدا لتحقيق النهضة الصناعية اللي كلنا محتاجينها. عمر ما حد تخيل ان يصدر قرار بهذا الجمال. تخيلوا حضراتكم، ما ينفعش حضرتك تبقى من هيئة من سلطتها التفتيش على المصانع تفتح الباب وتدخل، او يكون من حقك انك تصدر قرارات باغلاق المصانع فتمشي عمال تصدر قرارات إغلاق المصانع في المناطق الصناعية. طبعا دي حاجات مرفوضة تماما. فاضل نحن لازم نوفر المناطق الصناعية، أراضي التنمية الصناعية، محتاجين خريطة وده هيحصل قريبا جدا. كمان محتاجين لجان قانونية لدراسة قوانين الضرائب. ما ينفعش الازدواج الضريبي اللي بتتعرض ليه العديد من المصانع في مصر. أيضا محتاجين نشجع المصنعين على توطين التكنولوجيا، ده أمر شديد الأهمية. مش هننافس في العالم ولا نبقى دولة صناعية بدون امتلاك التكنولوجيا. دي أمور شديدة الأهمية، ولكن البداية سليمة بنسبة 100%. وقرار الفريق كامل الوزير مفيش حد في القطاع الصناعي إلا لما بيتكلم عليها. دي بقت بجد ترند النهاردة، قرارات الفريق كامل الوزير لحماية الصناعة. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم. ما عنديش كوبري يعديني الناحية التانية. أرضنا استلمناها سنة 94. ما عندناش مستشفى مركزي. مركز شباب يعني المكان اللي الشباب بيتنفس فيه. تمام. صح؟ تمام. بيخرج طاقته فيه. تمام. حالته إيه؟
وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة كتبوا طلبوا ووافقوا عليه. طب عايز أعرف حاجة، الأرض الصحراوية تديك نفس إنتاجية الكتان بتاع الأرض الطينية القديمة؟ يعني الساس وصل لـ30 جنيه الطن، كانت شركة طنطا بتاخده مننا بـ30. هو إيه المتحكم في ارتفاع سعر الكتان أو انخفاضه؟ دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، وتحديداً عند الكيلو 107 هنزور قرية الإمام مالك. دي واحدة من أقدم قرى الخريجين في قلب مراقبة الانطلاق اللي فيها 16 قرية من قرى الخريجين. خليكم معانا. الإمام مالك من أقدم قرى الخريجين وصغار المزارعين في مصر، اللي بقى النهاردة الجدع فيهم عمره 60 سنة ويمكن أكتر، وأولادهم وأحفادهم هم اللي بيزرعوا ويطوروا ومحافظين عليها كواحدة من أجمل القرى الزراعية الصحراوية. قرية الإمام مالك بتتبع مراقبة الانطلاق في وادي النطرون، واللي فيها 16 قرية للخريجين وصغار المزارعين، وبيسكنها حوالي 200,000 نسمة على الأقل، بخلاف العمالة اللي بتشتغل يومياً في المجال الزراعي بالكرة. زرنا قرية الإمام مالك بدعوة من أهلها، لأنهم بيواجهوا خطر حقيقي وكارثي، وتسبب في وفاة 170 مواطن من أبناء مراقبة الانطلاق خلال العام 2024 لوحده، ده لعدم وجود كوبري مشاه أعلى طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، وتحديداً في الكيلو 107 اللي يعتبر المدخل الحقيقي لكرة مراقبة الانطلاق، وبالتالي حياتهم جحيم حقيقي، وتقريباً مفيش أسرة إلا لما فقدت أحد أحبائها بسبب مجازفة عبور الطريق سيراً على الأقدام. أهالي الإمام مالك عندهم مطالب ولازم نسمعهم عشان يعيشوا الحياة الكريمة اللي يستحقوها. تعالوا في البداية نقابل المهندس عبد الله حامد الشيخ، مدير عام المتابعة ومراقبة الأداء في الإدارة التعليمية بوادي النطرون، هو من أبناء قرية الإمام مالك. احنا دلوقتي موجودين في مراقبة الانطلاق يتبعها 16 قرية ضمنها قرية الإمام مالك اللي حضرتك بتسكنها. تمام. وحضرتك دعيتنا إلى هذه القرية. تمام. عندنا مشاكل وعندنا تحديات، احنا موجودين قدام حضرتك. أولا فهمنا يعني قرى مراقبة الانطلاق. قرى الانطلاق عددهم 16 قرية، مأهول منها بالسكان 13 قرية، وفي 3 قرى تانيين تابعين لنا زراعيين، يعني أراضي من غير قرية. تمام. عندنا يعني عدة مشاكل بنعاني منها. أرضنا سلمناها سنة 94، من 94 بدأت تسلم القرى ديت، يعني بالترتيب كده، مثلا الصفا والمروة وعلي مبارك في البداية، وبعد كده المهم يعني لغاية 2000 استلمت كل القرى. شباب خريجين وصغار مزارعين. شباب خريجين ومشروع اللي هو المالك والمستأجر المتضررين. أراضي بديلة. أراضي بديلة من المتضررين من قانون المالك والمستأجر. وهناك من استمر ومن باع. ومن باع. الحيازات في 5 اللي هم 5 فرادين اللي هم الخريجين. وفي 2.5 اللي هم مين اللي هو المستفيدين من قانون الايه المالك والمستاجر. بس مراقبه الانطلاق بشكل عام تابع للاثنين. الحيازه بتاعتها 75,000 فدان. 75,000 فدان. وكنا النهارده 200,000 نسمه. صح كده، حوالي 200,000 نسمه. طيب بالراحه كده بقول لنا ايه التحديات اللي بتواجهنا، اللي بتواجه 200,000 نسمه او 200,000 مواطن مصري. تمام. اولا انا تابع هنا 16 قريه دول تابعين لمركز ومدينه وادي النطرون. للان من سنة ما اتنشأت ما عنديش حاجة تربطني، يعني طريق أو كوبري يربطني بمركز وادي النطرون. ما عنديش كوبري يعديني الناحية التانية، لازم نلف وناخد الطريق دوت، نتجه ناحية اسكندرية الأول، وبعد كده نتجه شمال ناخد طريق العالمين، وبعد كده نتجه نرد تاني وناخد طريق القاهرة عشان نوصل المستشفى في وادي النطرون. ده بالنسبة للكوبري بتاع العربيات. طب دي منطقة ده كوبري العربيات.
بالنسبه بقى لكوبري المشاة اللي هو في الكيلو 107 اللي في الكيلو 107 الكيلو 107 ده مدخل عام الطريق بتاعه بيوصلني بقرى الانطلاق اللي هم 16 بيوصلني بمركز الدلنجات بيوصلني بمركز حوش عيسى دمنهور طريق زراعي دمنهور زراعي بيوصلني يعني منفذ عمومي تمام تمام ما عنديش كوبري مشاة حضرتك شفت التصوير وشفت العالم بتعبر الصحراوي ازاي احنا عندنا هنا طبعا احنا ساكنينهم المنطقه وعارفين عدد الحالات لما جبنا الحالات الاساسيه اللي هي ماتت على كوبري 107 الناس اللي هي بتعبر الاربع حارات عشان تعدي من تاريخ 1/1/2024 لتاريخ 13/7/2024 يعني فيما يقارب 7 شهور كان عدد الموتى في المكان ده هوت من الحوادث 169 حاله قلت لي في يوم 15 وفي حاله زادت اول امبارح وكملوا كده كام 170 تمام ده في 7 شهور احنا ما جبناش سنين فاتت تمام ده بالنسبه لكوبري المشاة احنا بنطالب طبعا احنا كنا طلبنا النواب كلهم واولهم طبعا الحاج عطيه مسعود المسؤول عن عن المرحله هنا والراجل مشكورا قدم الطلب وخد عليه موافقه من المحافظه وخد موافقه الكلام ده من سنه 2020 ومن سنه 2019 عشان يعمل كوبري المشاة عشان كوبري المشاة ويتحول اللجنه الهندسيه اللي هي خاصه بالطرق والكباري اللي هي خاصه بالوطنيه والحاجات ديت وما طبعا ما فيش استجابه فايه السبب ما نعرفش ما عندناش مستشفى مركزي ما عندناش لا عناية مركزة ولا حضانات ولا وحدة إسعاف ولا بص ما عندناش الكلام ده خالص اللي هو داخل المستشفى ماشي هي وحدة طب الأسرة بس وحدة طب الأسرة الموجودة في المنطقة فقط لا غير هنا مراقبة الانطلاق خصصت 5500 متر وسلمتهم للصحة والصحة جد بالفعل واستلمتهم وبنت عليهم صور وعملت البوابات بتاعتها وعملت مجلسات بذلك. وما وللنهاردة ما نبنوش الكوبري والمستشفى العام المستشفى العام تمام عندي هنا مجمع الخدمات مجمع الخدمات لما بيتوفر عندي لما بيكون متوفر عندي بيوفر عليا الشهر العقاري بيوفر عليا رخص وكل حاجه كل حاجه ماشي بدل ما الناس تعدي الصحراوي وتموت على الصحراوي مجمع الخدمات عندي بيوفر على الناس زيت البهدله والسفر والموت والكلام ده كله اتخصص المكان وان تبع حياه كريمه وانحفر بالفعل وحضرتك صورته وشفته وبعد كده ما انعملش ليه قال لك عشان خاطر ما فيش هنا وحده محليه في قطعه ارض تاني جنبه فاضيه تم تخصيصها من المراقبه لعمل موقف يخدم المنطقه انا ما عنديش استحلى راضي ما عنديش طبعا انا لا بالنسبه للسيارات عندي بتطلع من الدلنجات مرورا بالامام مالك بتطلع الصحراوي وبعد كده غير كده وكده الموقف نفسه هيربط ال16 قريه ببعض غير كده وكده هيبقى عندي موقف وخط سير يربط الوادي اللي هو المركز الام بتاعنا بالقرى ديت فاحنا عايزين نخلص موضوع الموقف عايزين نخلص موضوع مجمع الخدمات مستشفى الكوبري بتاع المشاة كوبري المشاة كوبري سيارات دي الحاجات الرئيسية المطلوبة للمنطقة من النماذج الرائعة في قرية الإمام مالك رحمة أبو غزالة أمين لجنة المرأة في حزب مستقبل وطن بوادي النطرون وهي من حافظة القرآن الكريم كاملاً والأحاديث النبوية باللغة العربية والألمانية رحمة أبو غزالة حضرتك أمين لجنة المرأة في وادي النطرون حزب مستقبل الوطن أيوه ده شيء جميل جدا خليه على جنب دلوقتي خالص أنا يهمني حاجة جميلة أوي سمعتها أنتي بتقدري تشرحي القرآن بأربع لغات تفسير القرآن الكريم عشان أنا أصلا أزهرية لا اشرحي لي بقى كده بالراحة كده إيه اللغات وبتعملي إيه بيها وإيه اللي دخلك الأربع لغات مرة واحدة والقرآن كاملا العظمة دي العظمة ده عظمة لأي حاجة حزب مستقبل الوطن على دماغنا ولكن القرآن فوق الرؤوس طبعا اكيد انا ازهريه اخدت اجازه في التجويد وفي القرآن وفي التفسير وفي الحاجات دي كلها بعد كده طبعا حفظت الاحاديث النبويه الشريفه فجت في دماغي فكره ان انا نفسي في يوم كده اعمل حاجه اسمها مقارنه اديان طبعا الازهر عنده الامكانيه دي وعنده في مدارس كتير جدا بتعلم العجم واللي هم الغير قادرين او الناطقين باللغه العربيه طبعاً. فحبيت ان انا اكون واحده منهم واشارك بحاجه زي كده اول حاجه عملتها بدات ان انا يعني اتقن اللغات فبدات ان انا ابدا باللغه الالمانيه عشان دي احب اللغات اللي قلبي بعد اللغه العربيه طبعا فبدات بيها بمعهد جوتا وخدت طبعا محاضر اول متميز فيها محاضر اول متميز يعني بتتكلمي الالماني بطلاقه النهارده ما شاء الله وبعد كده بقى حفظت التفسير تفسير القران الكريم بيها وحفظت الاحاديث بيها وبعد كده قبل اي حاجه اخدت الكتاب بتاعي باللغه الالمانيه وعرضته على معهد جوتا ان هم برضو لو في اي اخطاء او اي حاجه وتعدل في حاجات بسيطه جدا وبعد كده بقى بدات نشره وبدات الحاجات اللي هي المفروض اصلا ده كان حلم من احلام حياتي بنواجه مآسي كده متفرقه
بعد وفاة الناس اللي بتعدي الطريق. آه طبعاً. دورك إيه عشان نواسي أهلنا؟ التوعية. نساعدهم. أول حاجة التوعية، لأن طبعاً لو لما بيبقى فيه شخص أو حد بيبقى توفى خلاص، يعني البيت كله بيعتبر هو اللي تعبان وهو اللي تعبان نفسياً، فإحنا دورنا إن إحنا يعني نعمل توعية، أو إن إحنا مثلاً نقف جنب الناس دي. فخلاص يعني هو مات الله يرحمه، بس إحنا برضو بنطالب إن إحنا نعمل كبر المشاهدة طبعاً. لأن الكبر ده أساساً هو مش بيجمع قرية الإمام مالك بس، ومراقبة الانطلاق كلها في نفس كل الوقت. الناس برضو اللي مسافرة الساحل أو اسكندرية، من فضلكم عند الكيلو 107 قبل كوبري وادي النطرون العالمين اللي بندخل منه على طريق الساحل، أو أنت طالع على اسكندرية، حد عند الكيلو 107 تماما، وخصوصا بالليل. سامي محمد عقاب واعز ديني من الأزهر الشريف، وهو إمام مسجد الإمام مالك والمسؤول عن المدارس الأزهرية، وهيكلمنا عن التحديات اللي بتواجه العملية التعليمية بكرة مراقبة الانطلاق. محتاجين نقول للناس يلا نشتغل مع بعض، يلا نطور بإيدينا، يلا نبني بإيدينا، ما نستناش حد، صح ولا لا؟ في حاجات نقدر نعملها بالفعل. وأنا شفت الناس بتأتمر حضرتك وبتحبك وليك مكانة كبيرة جدا عندهم بفضل الله. نعمل إيه؟ أنا عايزك أنت اللي تقول لنا. أنا هتكلم عن نقطة واحدة بس، المعهد الديني. المعهد الديني بقالي 3 سنين دلوقتي في القرية هنا، بفضل الله سبحانه وتعالى ممشي المعهد من الألف للياء، مفيش حصة واحدة بس فاضية، بل في فصل عامل فصل تقوية، وده كله بجهود ذاتية، ولسه بينبنى معهد إعدادي وثانوي جهود ذاتية تاني على 800 متر تمام، هيبقى صرح أو مجمع معاهد إن شاء الله بإذن الله بالأزهر الشريف. طب من وجهة نظرك فضل. الجهود الذاتية دي نقدر نوجهها إزاي لتوفير الخدمات الأساسية هنا للناس؟ إزاي نقدر نعمل ده؟ بفضل الله سبحانه وتعالى اشتغلت دلوقتي بقالي 3 سنين في المعهد من أولياء الأمور، بنجيب مدرسين بالجهود الذاتية، بتجيب لنا عقبات كتير. الإدارة والمنطقة الأزهرية يقول لك ممنوع تلم تبرعات في المعهد الديني، بس اللي مطلوب بالنسبة لي أنا من إدارة الأزهر المنطقة الأزهرية والإدارة المركزية بتاعت بدر، حاجة من الاثنين، يتوفروا لي مدرسين في الأزهر بتاعي وبتاعكم، يا إما تطلقوا إيدينا عشان خاطر نلم ونجيب مدرسين بالجهود الذاتية ونعلم أطفالنا اللي موجودين هنا في قرية الإمام مالك. بالفعل. العدد سكانها يتجاوز 45,000 نسمة. بالفعل. ومعظمهم بيفضلوا التعليم الأزهري. الأزهري. صح ولا لا؟ الأزهر لما أنا جيت هنا كان من أولى ابتدائي لستة ابتدائي، يعني 6 فصول كان 80 طالب. دلوقتي بفضل الله بفضل الله بفضل الله أولى بس فيها 83 تلميذ. مركز الشباب في قرية الإمام مالك محتاج سور وملاعب، هو مركز شباب رياضي. تعالوا نقابل المهندس عبد الرحيم الشنديدي رئيس مركز شباب قرية الإمام مالك. ما حدش يسمى مركز شباب، مركز شباب يعني المكان اللي الشباب بيتنفس فيه تمام. صح تمام. بيخرج طاقته فيه تمام. حالته إيه؟ أنا عندي مساحة أرض 9,975 متر. كان عندنا في العمرية مشروع اسمه مشروع التنمية الريفية، عمل لنا مبنى مركز شباب، وبقية المساحة فاضية، ما فيش سور، محتاج سور، عمل سور لهذه المساحة. إن الأهالي، إحنا طبعا في مكان ريفي، الأهالي وهم يعني رايحين أرضهم بالنهار بيعدوا من قلب الملعب، وآخر النهار حتى بيتوقف النشاط، حتى والناس شغالة في النشاط بتوقف لغاية الناس دي ما تعدي، لمؤاخذة بالبهايمها والمواشي بتاعتها. طب الملاعب عاملة إيه التجديد أنا بتاعه؟ أنا عندي ملعب خماسي كان انطرح إيجار، عمله واحد مستثمر مدة 5 سنين، دي آخر سنة له، ولولا إن في المستثمر جه عمل الملعب ده شباب الرياضة، أنا بقالي أكتر من 5 سنين من المركز الشباب مشهر سنة 2013. هو تكلفته كام؟ تكلفة الملعب؟ آه. لا في الأيام دي ممكن يعدي الملعب، ممكن يعدي 2-3 مليون. 2-3 مليون جنيه. انت عندك رياضة ايه؟ كورة بس ولا أنا حاجة؟ انا عندي حاليا كورة، وكان عندي كنت بدأت في رياضة الكاراتيه، بس هي بتبقى في فصل الصيف في اجازة المدارس بيبقى العدد كتير. يعني احنا احتياجاتنا 2-3 مليون جنيه تمام، عشان نطور مركز شباب الإمام مالك اللي بيخدم قرية فيها 45,000 نسمة. يا دوبك نعمل سور وايه تاني؟ نعمل سور ونعمل ملعب منجل 11. احنا من خلال البرنامج حضرتك، انا بناشد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه، احنا رحنا لحضرته الاقصر ووعدنا ان هو قد الوعد، ان شاء الله باذن الله
ان وعدنا ان احنا هيتنا عمل سور وملعب منجل 11، ومع الوعد ده احنا عاوزين برضو المركز الشباب الامام مالك يكون مركز شباب مطور ويتعمل فيه ملعب سله وكره يد وخماسي. نرجع بقى لصوت الكلاب الضاله اللي سمعناها دي. تمام، قلت لي نفسنا في حمله كبرى. تمام، هدفها انها تحارب ظاهرة الكلاب الضالة. تمام، احنا عندنا في الإمام مالك هنا عدد كلاب ضالة كتير. يعني احنا عندنا، احنا كان الطب البيطري الأول مع التنسيق مع الشرطة كان بيجوا في وقت متأخر من الليل، كانوا بيقضوا على هذه الظاهرة أو يعملوا تعقيم للكلاب أو تعقيم للكلاب، إنما هذه الظاهرة ما لسه موجودة زي ما هي وفيها خطر شديد على الأطفال وكبار السن. محمد الجمل مزارع بقرية الإمام مالك في وادي النطرون، تجرأ وحفر حوض وبطنه بالمشمع عشان يروي 7.5 فدان بتمتلكها أسرته بالكامل، وربى في الحوض شوية سمك وكمان عشان يستفيد من مخلفات الأسماك في تسميد التربة، وكان عقابه حرمانه من الأسمدة نهائياً بفرمان من مراقبة الانطلاق. ده اسمه كلام. عم محمد الجمل، انت بقالك هنا في قرية الإمام مالك حوالي 25 سنة، انت اصلا من الجيزة. 99. اشرح لي الموضوع بالراحة، انت عملت ايه هنا؟ انا طبعا الارض كانت تربة طفلية بيضة ما بينفعش فيها اي زراعة، زراعة ان كان سوداني او فاصوليا او ذرة او اي محاصيل بتطلع صفرة وتكبر شوية كده وتروح ناشفة لوحدها. تمام، ربنا لوحدها تنشف لوحدها لان الارض ايه طفلة بتمسك من لوحدها. فطبعا عشان خاطر انا اصلحها، والمية بقى المية بتجينا كل 10 ايام و11 يوم. ايه الزرعة اللي تستحمل 9 و10 ايام دي؟ مفيش زراعة تستحمل 10 ايام و9 ايام خصوصا في الحر، يعني ما ينفعش لا في الحر ولا في الشتاء. وبعدين احنا هنا في الصحراء طبعا فيه محاصيل تانية، انا مش بنتكلم على عمتي لوحدي بس، انا بتكلم على عمة الناس كلها. طب اسالك سؤال، انت الحوض ده خدت الرمل بتاعته؟ فطبعا الارض كانت طفلة حمراء، فطبعا عشان عايز اعمل خزان مية، الخزان دي باخده من مفيض الزيادة بتاع المية، المية بتجيني 24 ساعة بس يمينها الارض بتخزن عشان تامن. الزياده بتاعتها، الزياده اللي بتاعتها لما بتنزل في الفاضي فانا بنزلها عندي في البيار. واستغلت الميه انك رميت شويه سمك، واستغلت الميه بحيث ان احط فيها شويه زريعه سمك يزودوا نسبه فوسفور عالي للزراعه في الارض. طلعت من الحوض قبل كده قد ايه؟ طلعت من الحوض 2.5 قبل كده. طب وزاره الموارد المائيه والري موقفها ايه؟ وزاره الموارد المائيه والري ووزاره الزراعه كتبوا طلبوا ووافقوا عليه، ممنوع عدم ردم البيارات اللي هي دي لحين المياه مستديمه. بقى فيه مياه مستديمه طول الاسبوع، ما فيش غير يوم واحد اللي هو بتاع صيانه المحطات بتاع رفع المياه تردم البيارات. ما فيش مياه مستديمه البيارات تبقى موجوده، بس يكون لها شرط تكون مبطانه بمشمع. للمراقبه عندها معاك ومش مديك الاسمده بتاعتك؟ ما فيش فايده، عملنا معاهم كل المستحيلات ومقومين محامي عشان يسقطوا عنا القضايا كمان. الخلاصه، أهلنا في قرى مراقبة الانطلاق بوادي النطرون بيطالبوا بحقوقهم، وأبسطها كوبري مشاة يحمي أرواحهم من الموت. 170 مصري يتعرضوا للحوادث والوفاة أمر مش هين، الناس بسيطة جداً وحيازتهم الزراعية بتبدأ من إيراد واتنين لغاية 2.5 فدان للفرد على أقصى تقدير، ومنتظرين الحياة الكريمة اللي وعدناهم بيها. تشاهدون بعد قليل. طب عايز اعرف حاجه، الارض الصحراويه تديك نفس انتاجيه الكتان بتاع الارض الطينيه القديمه؟ يعني الساس وصل ل 30 جنيه الطن، كانت شركه طنطا بتاخده مننا ب 30. هو ايه المتحكم في ارتفاع سعر الكتان او انخفاضه؟ الآن تشاهدون. طب عايز أعرف حاجة، الأرض الصحراوية تديك نفس إنتاجية الكتان بتاع الأرض الطينية القديمة؟ يعني الساس وصل ل 30 جنيه الطن، كانت شركة طنطا بتاخده مننا ب 30. هو إيه المتحكم في ارتفاع سعر الكتان أو انخفاضه؟ الكتان محصول مصري واعد جداً، الفلاح بينتج من 3 ل5 طن كتان في الفدان، وبيتباع زي ما ربنا خلقه يعني على أرضه ب25 ألف جنيه للطن.
ولما يتعطن ويتجفف ونستخلص منه ألياف الكتان، يوصل الطن ل 240 أو 250 ألف جنيه، ومن سنة وصل ل 400 ألف جنيه لما أوروبا ما زرعتوش، ولو حولناه لغزول سعره يعدي 400 ألف جنيه لطن البقر. أما القطاع أو ألياف الكتان القصيرة فسعرها بيوصل ل 180 ألف جنيه للطن الواحد، وهو بيدخل في صناعة الغزول والدهانات والملابس والمفروشات وغيرها. كمان لو حسبنا سعر البذرة فبتوصل ل 25 ألف جنيه للطن، وهي بتتعصر لإنتاج الزيت الحار اللي سعره بيعدي 120 ألف جنيه للطن. أما كسب الأعلاف الناتج عن عصر البذرة فسعره 18 ألف جنيه للطن. كمان الساس اللي يعتبر من مخلفات إنتاج ألياف الكتان بيوصل سعره ل 1800 جنيه للطن، وبيدخل في صناعة الأخشاب. كمان في حاجة اسمها الإيشة اللي بتبقى شايلة البذرة فبيستخدمها الفلاحين في الأعلاف بدل الردة، وسعرها 3000 جنيه للطن. باختصار محصول كله خير ومفهوش حاجة ملهاش سعر، وأشطر ناسه أهل قرية شبرا ملس بالغربية سواء في الزراعة أو التصنيع. أما أسطورة زراعة وصناعة الكتان حرفيا في مصر فهو الحاج العسوي محمود النويهي، عمره 88 سنة، منها 70 سنة على الأقل بيزرع ويصنع الكتان، ربنا يديله الصحة. هو مؤسس الشركة المصرية للكتان والأخشاب والملامين سنة 1965 في قرية ميت حبيشة البحرية بمدينة طنطا بالغربية، وهو مجمع صناعي عملاق. الحاج العسوي محمود النويهي نجح لوحده في إرساء منظومة كاملة للكتان في مصر من الزراعة حتى التصنيع، وصولاً لمنتج نهائي بيصدره لكل أسواق العالم، وقدر يعمل قيمة مضافة للمحصول ويصدر للعالم ألياف الكتان المصرية. وبعينه وقبل ما يلمس الكتان بإيده بيقدر يحدد درجته وجودته وسعره. تعالوا نقابله. حضرتك واحد من أهم المزارعين والمصنعين لمحصول الكتان، مش عايز أقول لحضرتك ودي حاجة تستحقها، أسطورة زراعة وتصنيع الكتان في مصر. حقك 60 سنة بتزرع وبتصنع ووصلت للغزول والأخشاب، يبقى حضرتك فعلا من أساطير هذه الصناعة. محصول هام جدا، واعد جدا، طن شعر الكتان النهاردة بيوصل ل 250 ألف جنيه، وفي وقت الأزمات العالمية وصل ل 400 ألف جنيه. إذن محصول شديد الأهمية. أسمع من حضرتك بقى، حضرتك دخلت المجال ده إزاي من 60 سنة، من 42 من أيام والدك كمان الحاج محمود النويهي. 42 كان والدي عمل مصنع على قده كده، وكان شارك ناس خواجات روبير وادمون خيري، وبعدين والدي تنى شغال في الوضع ده لحد سنة 72. أنا بقى خدت منه الراية بقى، بس أنا من قبل كده يعني حضرتك من سنة 57 يعني كان عندي 20 سنة، كنت بروح مع في الزراعة مع الناس اللي هي بتزرع كتان وكده، والحمد لله بقى تعلمت إزاي ينزرع إزاي ويشتغل إزاي. وجيت بقى كان مصنع عبارة عن 50 مروحة، المراوح دي اللي كانت بتلف يعني، والعامل يقعد يشد الكتان أو بتفصل الإساس عن الألياف. عملت بقى تطوير أنا بعد يعني تقريبا في 76 77 سافرت بره بلجيكا. بلجيكا؟ بلجيكا جبت 2 تروبين وجبت 2 شارل، التروبينات اللي هي بتطلع الألياف الطويلة، والشارل اللي هي بتاخد الألياف الصغيرة وتقلبها لحاجة اسمها عروس. اشتغلت بقى في الحاجات دي وبدأت إن أنا أتوسع يعني في الزراعة وفي الكلام ده، واشتغلت في العمليات وقعدت بقى إن أنا أتوسع يعني بالنسبة للوضع. يعني كان الأول خالص حوالي فدانين اللي كنت عامل فيهم المراوح والكلام ده، تطور دلوقتي يعني الحمد لله يعني بقى عندي مساحة دلوقتي بقت 30 فدان. ودخلت بقى من 2004 جبت مصنع الخشب
اللي هو قلت بقى استخدم الساس اللي هو بيديك كان يعني انت من السبعينات لغايه 2004 شغال بتنتج شعر الكتان بس اللي هو قدامنا ده بالظبط اللي بتصدر للعالم كله بالظبط اللي بيعرف كله 2004 فكرت ان انا اجيب مصنع الخشب ليه بقى؟ كان الساس وصل ل 30 جنيه الطن كانت شركه طنطا بتاخده مننا ب 30 30 جنيه للطن 30 جنيه للطن والله فطبعا الوضع ده بالنسبه لي كان مأثر في نفسي يعني 30 جنيه وعارف انهم بيطلعوا خشب ويبيعوا اغلى فبين وبين نفسي كده بقول يا رب ان انا اقدر اعمل مصنع خشب في المستشفى لقيت واحد موظف في شركه طنطا كان اسمه حسين المبيض الله يرحمه دخل عليا وقال لي انت عاوز مصنع خشب قلت له قال لي في مصنع عليه مزاد في بلجيكا دخلنا المزاد كان وائل ابني معايا وخدنا وقعدنا نحله وجبنا من 2004 قعدنا اشتغل يعني هو تقريبا من 2002 على ما بدأنا نحول فيه وكده بدأنا نشتغل من 2004 خدته بالكامل من بلجيكا لمصر خدته بالكامل فاشتغلنا بقى في الخشب وبقى الساس يعني حضرتك ان الطن من 30 وصل ل 130 جنيه النهارده ب 1800 جنيه طن الساس الخشب النهارده ب 1800 خلي بال حضراتكم الحاج العسوي محمود النويهي شرب الصنعة من والده اللي بيشتغل في زراعة وتصنيع ألياف الكتان من سنة 1942 وفي سنة 1978 قرر التوسع في الصناعة فكان بيشتري عوادم الكتان اللي هي القطاع ب3 جنيه للطن من المزارعين ويصنعوا ويسلموا للمصانع ب30 جنيه للطن كان بيكسب 10 أضعاف لمجرد أنه صنع وبعدها سافر بلجيكا ونجح في استيراد أول توربينات استخلاص ألياف الكتان وماكينات الشرل لاستخلاص القطاع أو الألياف القصيرة ووقتها كانت نقلة كبيرة لصناعة الكتان وفي سنة 2004 نجح في الاستحواذ على مصنع كامل للأخشاب في بلجيكا بطاقة 1,000,000 لوح من أخشاب الكتان سنوياً بخلاف أكثر من 100 شكل من خشب الميلامين بينتجوه في المصنع بعدها نجح في إنتاج غزول الكتان اللي بتدخل في صناعة المفروشات والملابس الجاهزة هو إيه المتحكم في ارتفاع سعر الكتان أو انخفاضه؟ لأن في سنين تانية ما كانش ليه سعر صح ولا لا؟ وحضرتك طبعاً السوق الخارجي الصين بالذات الصين 80% من الكتان المصري بيروح الصين فهي لو اشتغلت الكتان الأوروبي بالنسبة لهم غالي جداً فبياخدوا الكتان المصري عشان يخلطوه بالاوروبي وياخدوا يعني يا زي حضرتك اقول لك بقى شويه من هنا شويه على ما العمليه تبقى متعادله مثلا في طب احنا اجود في الانتاج بتاعنا لشعر الكتان بتاعنا ولا بتاع اوروبا؟ لا طبعا اوروبا ليه بقى؟ وليه ما طورناش عشان نوصل لنفس الدرجه؟ اوروبا عاطين بالناده بيقلعوا الكتان ويسيبوه في الارض من 30 ل 40 يوم لحد ما يعطي 30 40 يوم؟ وبعدين بيلموه ويشتغلوا ويطلعوا منه الصنع يعني مش محتاجين معاطن؟ لا احنا اللي بنعطن احنا هم ريتد احنا بالمعاطن بنعطن طبعا بتختلف نظريه كل واحد عنده معاطن يعني ممكن انا كتان يقعد عندي 10 ايام ممكن عندي غيري 8 ممكن عندي غيري 5 يعني الجو الحر ده بنطلعه على 4 او 5 ايام فبتختلف الغاز بتاعهم رفيع جدا يعني من 40 ل 60 احنا ما بيزيدش عن 20 يعني اللي حضرتك قدامك ده 20 مثلا ف ده السماكه 20 صح كده هم بيوصلوا لكام بقى؟ بيوصلوا 60 حضرتك دخلت في الزراعه وصلت كام فدان بتزرعه النهارده من الكتان؟ 500 فدان جوه شبرا ميلس ولا على مستوى الجمهوريه؟ لا على سوق انا بزرع دلوقتي بقى لي 4 سنين في الصحراء طب عايز اعرف حاجه الارض الصحراويه تديك نفس انتاجيه الكتان بتاع الارض الطينيه القديمه؟ لا طبعا شوف سيادتك ارض الصحراء عموما الرمل يعني بيبقى ماسك حاجه عباره عن ماسكه يعني ماسكه العود ما كنتش تغذيها تغذي العود مش هيديك الياف فبيختلف بقى على الارض الطينيه السمراء الطينيه السمراء بتبقى ماسكه العود وبيبقى فيها نسبه الغذاء اكتر طبعا يعني مثلا متوسط إنتاجية الفدان من الشعر ممكن بيوصل لطن يعني طن فدان
شهر يطلع لك طن 250,000 جنيه. بالمناسبة الحاج العسوي محمود النويهي بيستورد سنوياً حوالي 150 طن تقاوي من هولندا وبلجيكا، ودي الكميات اللي بتغطي احتياجات مزارع الكتان وأشهرها ليزيتا وبلانكا ولامارا وأريتا. ولازم المزارع يجدد التقاوي كل سنتين عشان يحقق أعلى إنتاج من الكتان. وبالمناسبة موسم زراعة الكتان في شهر أكتوبر، والحصاد بداية من 20 مارس وحتى نهاية شهر إبريل. المساحات اللي ممكن نزرعها في مصر وتغطي احتياجاتنا من كتان وتخلينا نوفي بكل طلبات التصدير قد إيه من وجهة نظرك؟ والله شوف سيادتك، السنة دي انزرع مساحة كبيرة أوي. كام حوالي؟ 50,000؟ يعني يمكن 50-60,000 فدان. فالمحصول كتير قوي، وأنا بصراحة يعني مش فقع الناس اللي زرعت وما تعرفش الكتان هتوديه فيه، فبقى فيه مشكلة. وبعدين المشكلة التانية إن مع الأسف الشديد إن إحنا ما إحناش بصين، الدولة مش بصة للكتان خالص، ولا وزارة الزراعة ولا أي حاجة. يعني أنا بعتبر الكتان ده كمحصول والله أحسن من القطن 100 مرة. الدولة فاهمة يعني زراعة وصناعة الكتان؟ مع الأسف. ليه بقى؟ دي زرعة يعتبرها غريبة. يعني وزارة الزراعة مثلا يعني مش عاوز أقول مش مهتمية بالكتان، بتاعي ساخة صعيب بيزرعوا فيها، والبتوع شبرمينز بيروحوا يأجروا الأرض ويزرعوها، لكن ما فيش اهتمام بالكتان خالص، مع إنه هو يعني زرعة فيها البركة كلها. وكتان يعني المفروض إن احنا كن من أول الدول المتقدمة فيه. إحنا محتاجين إيه؟ الحكومة تتدخل في تدبير الأرض. يعني سيادتك مثلاً السنة دي وصلوا الإيجار اللي لسه ما انزرعش 50,000 جنيه للفدان، إيجار وزرعة واحد. فهم ممكن بتوع سوبرمان سجور يتحول حتى 50-60% منهم يروحوا الصحراء دلوقتي. وبعدين برضو ما مش مشكلة بقى بالنسبة للكتاب، مش مشكلة، لكن أقول إن يخف الضغط بالنسبة للأرض الأهلية والشرقية والبحيرة، رفع الأسعار على المزارعين. رفعت على الناس اللي بتأجر وتزرع البصل والكلام ده. وحاجة تانية برضو بقى بالنسبة للحرايق ديت، يعني ليه ما يبقاش وحدة مطافي من الغربية مثلا 5-6 عربيات يقفوا هناك؟ احنا محتاجين مطافي والكلام ده بالزبط. كله وحنفيات حريق وكل الكلام ده. اما الحاجات دي كلها ممكن هي البلد دي لازم تتعامل فيها كده، حتى لو عنوة. يعني أنا يعني مش عارف ليه ما بيتفقوش، ما فيش كل واحد عاد. المفروض أنت عارف هناك إن مفيش حد بيتفق مع حد، يوقف ناس هناك وغصب عنهم ياخد الفلوس دي ويصلح البلد دي. الحاجات ده حاجة قومية يا عم الحاج، ده بيجي لها ده من كل ملايين العالم ناس. لا طبعا. وبيزورها ناس من الصين وبلجيكا وفرنسا، الصين وبلجيكا وهولندا، ودخلت بلاد جديدة طبعا بنجلاديش والكلام من ده برضه بياخدوا دلوقتي. يعني الكتان المصري برضه انشهر يعني وماشي كويس. طب احنا دلوقتي حضرتك بتقول محتاجين مساحات محدده تتزرع بالكتان، ومحتاجين منظومه اطفاء كبيره جدا تطور شبرميلس اللي هي اكبر بلد بتزرع فيها الكتان. عشان كمان الكتان اللي بيزرع بمصر الجمهوريه بيتحول لها عشان يتصنع هناك. طب المعاطن محتاجين ايه؟ المعاطن اللي هي بتحط فيها الكتان عشان نقدر نستخلص الالياف. يعني بقى برضو مشكلة، وأنا بستغرب إزاي يعني أنا أوقف ليه؟ أنا عندي حتة أرض في وسط مباني عشان أفحتها وأعملها معطنة، ناس فحتت وراحوا ردموها. إزاي بس الكلام؟ وأنا النهاردة عشان كده ده حضرتك المعطنة بتأجر بكام؟ الدور الواحد 250,000 جنيه. ياه. أي والله. يعني لازم تعديل قوانين حماية الأراضي عشان نسمح للناس إن هم يعملوا مشروعات لخدمة محصول الكتان. يا ريت والله. صناعة خشب الكتان بتعتمد في الأساس على الساس اللي بيخرج من استخلاص الألياف، وبيضاف ليه مخلفات نباتية من المزارع ومصاص القصب، وكله بيتجفف ويتفرم ويتفصل الخشن عن الناعم، وبعدها يضاف الغراء والمصلب وهي مادة الربط، ويتعمل تشكيل من 3 طبقات ناعم خشن ناعم، ويتكبس ويتقطع الخشب بمقاسات محددة، وأخيرا يتصنفر. وقتها نكون أنتجنا أقوى ألواح خشب الكتان.
ما تقول لنا كده محصول الكتان، وده سؤال مهم جدا، لما بنحوله لشعر بنضيف له قيمه مضافه قد ايه؟ هو وهو لسه كتان بنحوله شعر، الطن ب 250 الف جنيه بالشعر اللي قدامنا. من اللي قدام حضرتك. لما بنحوله غزول الطن يبقى بكام؟ 20 يوصل 400 الف. 400 الف جنيه. لو عملناه خشب اللوح بكام؟ طن يعمل 25 لوح. اللوح فيه من يبدا من 200 لحد 250. يعني احنا بس عندنا... طبعا في اضافات تانية. ايوه طبعا، واضافات معروفين عشان نلاقيها النهارده. اليوريا الطن وصل 22 الف جنيه. اليوريا مادة الربط، اللي اللوح يتلزق في بعضه. يعني اليوريا دي مادة ربط؟ هي اللي بتربط الالياف ببعضها. لا، اللي بتربط الساس ببعضه. اللي بتعمله خشب. يعني احنا صناعه مربحه تماما، صناعه الكتان دي لو اهتمينا بيها. ده حتى يعني البذره بتاعتها بيطلع منها الزيت الحار، والقيشه القيشه اللي هي كانت بتبقى جواها البذره بنستخدمها علف حيوان، والكسب علف حيوان. بكام الكسب النهارده؟ الكسب النهارده ب 30 35 الف جنيه للتصنيع، عشان نعمل غزول زي اللي بنشوفها جايه من، يعني عايزين نكمل مجهودك. حضرتك عملت الغزول اهي اهي، مفيش اروع من كده. بتعمل منها كل حاجه، بتعمل منها منسوجات بجميع اشكالها، وعملنا الخشب الميلامين اهو. خشب ده بيتصدر للعالم كله. صح ولا لا؟ عشان نوصل لده لازم نفكر ازاي. عايز رؤيتك، ادوا الفرصه للناس. نتقدم بقى، يعني ممكن نعمل نسيج. يعني في عندنا كل الغزل ده بيطلع يعني بنصدره برا، ونسيج بقى عشان نعمل قماش ونشتغل. هو ده اللي ناقصنا، ان احنا نجيب مكان نسيج. انت قلبك حديد يا حاج عزم. انت اشتغلت في تصدير الحاصلات الزراعيه، عملت مصانع في رومانيا وفي التشيك وفي كل حته للرز، صح ولا لا؟ صح، عملت كده والله. ايه القلب ده؟ احكي لنا القلب ده ازاي؟ النشأة بتاعتي يعني كان فيها صعوبات شويه، فلما انطلقت بقى في الشغل، اولا المصنع اللي انا فيه ده كان والدي، كان عندنا مصنعين، والدي باع مصنع لشركة طنطا، وكان بيفكر يبيع المصنع اللي أنا فيه دلوقتي. اللي احنا فيه ده؟ أنا اشتريته واشتغلت بقى يعني من مقاول في شركة طنطا، قعدت 30 سنة مقاول فيها، كنت قايم بكل شغلها، وربنا سهل لي لما دخلت في عملية التصدير ورحت جبت المكان ده. أنا حضرتك شبراميلس مثلا، أنا يمكن التوربينات اللي فيها ديت حوالي 30 توربين، انا جايب انا اللي شاري لهم حوالي 20 واحده، 20 توربين. التقاوي الجديده اللي بجيبها من بره وبوزعها عليهم برضه، حاجه يعني لو مش هي التقاوي دي ما كانش بقى فيه كتان في مصر. صحيح، بدات اوزع كتان لدول اوروبا، بعت هولندا رومانيا، ورحت انا بنفسي هناك قعدت فيها. فوانا قاعد على القهوه مع العرب وكده، شكروا لي، كان شركه مبروك كانت هي اللي بتودي الرز هناك. شركه اسمها مبروك هي اللي كانت بتودي الرز. كان هم اللي محتقرين الرز في رومان. انت رحت عامل مصنع؟ رحت انا رايح عامل مصنع، واشتغلت بقى، بقيت قلت السله مع الكتان، وكنت بدي بطاطس وبدي بصل. يعني الواحد ايه اعترق في الحياة، كل حاجة الآن يا فارس بجري وراه، والحمد لله. يعني ده بالنسبة للناس اللي مع الواحد، وهو الواحد عايش للناس دلوقتي. الكتان كزرعة مهلك لنفسه وخير على الزرعة اللي بعده، يعني ما يتزرعش في نفس الأرض سنتين ورا بعض، لازم يمر 3 سنين عشان يحقق أعلى إنتاج. ولكن أي زرعة بعده بتستفيد من خيره في الأرض. وعموماً هو نبات مذهل في فوائده واستخداماته، وكل جزء فيه بيدخل في الصناعة. وأشهر الصناعات اللي بتحتاج الكتان الغزل والنسيج ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والملابس واليخوت والأشرعة والكاوتش والدبارة والعملات والخشب وأعلاف الثروة الحيوانية وغيرها كتير من الصناعات. يعني زراعته بجد مهمة جدا وتستاهل تعديل قرارات وقوانين حماية الأراضي في مصر. ده كان
آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما أنهي حلقة النهاردة أتكلم عن التعاونيات الزراعية المصرية. أنا عاجبني جدا توجه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نحو النهوض بالقطاع التعاوني الزراعي. أولى اجتماعاته كانت مع قيادات التعاون الزراعي. عندنا ثلاث أنواع من التعاونيات الزراعية: الائتمان والإصلاح والاستصلاح. هذه التعاونيات تراجع دورها بصورة كبيرة جدا، وهذا أمر واضح للجميع. دور التعاونيات ليس فقط تجارة الأسمدة، ولكن يمتد إلى حياة الفلاح بالكامل، توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، بذور أسمدة مبيدات، حتى تسويق المحاصيل الزراعية. المزارع دوره أنه يزرع وينتج بأعلى مستوى ويسلم محصوله للجمعية اللي تابع ليها. احنا دايما بنقول الجمعية التعاونية هي بيت المزارع، وهي دورها تسوق المحصول وتجيب له اعلى عائد في هذا المحصول. اللي حصل على مدى السنوات الماضية، العالم كله التعاونيات الزراعية بتتحرك وتنمو وبتكبر واستثماراتها بتزيد، واحنا في مصر التعاونيات بتتراجع بصورة حادة. يكفي ان اوضح لحضراتكم انها تفرغت يا اما لتجارة الاسمدة او البطاطين والبوتاجازات، وبتقول اصل دي الخدمات اللي عايزها المزارع. ده امر مرفوض تماما. عندنا مستلزمات زراعية محتاجينها من الجمعيات الزراعية، ولازم تأمنها للمزارع. أيضا لازم تقوم بدورها الهام جدا في الإرشاد الزراعي، ده بخلاف تسويق المحاصيل. أيضا هي بتمتلك أصول هامة جدا على مستوى الجمهورية في كل قرى مصر في أصول للتعاونيات الزراعية، ولازم نستغلها في إقامة المشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. عمرنا ما هنقلل الفجوة الغذائية ونوفر فرص عمل لشبابنا في الريف المصري بدون استغلال أصول التعاونيات الزراعية. السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قعد مع قيادات التعاونيات وقال لهم المرحلة اللي جاية هي مرحلة فارقة، وأنا أثق في قدرته على إعادة التعاونيات الزراعية إلى النور. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان. تشاهدون في حلقة الجمعة. إحنا النهاردة بنفتح الباب قدام الكيانات اللي هي تقدر تجيب كم من المعدات الزراعية اللي يقدر يخدم على منطقة كبيرة، وإحنا معاه ونموله وموجودين معاه وما عندناش مشكلة. وفي ظهر من يصنعون المعدات؟ طبعاً طبعاً. الصناعة الوطنية؟ طبعاً.